الأمر الثاني، يعني الشاهد الثاني على إصلاح الشيخ، مرجعيته العلمية. الشيخ أكبر علماء عصره، ويرجع إليه الأئمة، خاصة الأئمة الثلاثة، وهم الإمام غسان بن عبد الله، والإمام عبد الملك بن حميد، والإمام المهنة بن جيفر. وقد مات الشيخ موسى رحمه الله تعالى قبل الإمام المهنة بن جيفر بأيام، مات قبل الإمام المهنة بن جيفر بأيام. فكان مرجع الفتياء، وكان تشد إليه الرحال، فهو من أكابر المصلحين. الشاهد الثالث تلاميذه، تخرج على يديه نخبة من العلماء، وممن أسهموا إسهاما علميا في الساحة العمانية بمؤلفاتهم وبمشاركاتهم في أوقاتهم أيضا، وفي مقدمتهم أبناؤه علي وموسى ومحمد، هؤلاء أولاد الشيخ موسى بن علي ثلاثة. ومن أهم تلاميذه أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، هذا من أكبر تلاميذه، وكذلك الفضل بن الحواري، وكذلك محمد بن جعفر الأزكوي صاحب الكتاب الفقهي المشهور المعروف. هؤلاء تخرجوا من مدرسة الشيخ موسى بن علي، ومعنى ذلك أن الشيخ موسى بن علي أسس مدرسة احتضنت جملة من العلماء، خصهم بالرعاية والعناية لإيمانه بأن الإصلاح لا يكون إلا بالعلم، وهو ما ينادي به الآن الخبراء والمختصون والمعنيون بالإصلاح، إذ يقولون أن إصلاح الأمة والدول إنما يكون بإصلاح المنظومة التعليمية بكل جوانبها المادية والمعنوية، وفي مقدمة ذلك إصلاح المعلم والارتقاء بالمنهج، لأن الطالب هو نتاج المعلم والمنهج، فكما يكونان يكون سلبا أو إيجابا.